وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، حديثنا في هذه الليلة في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، أسرعوا بالجنازة، فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابه، وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابه. هذا الحديث يا عباد الله يوصينا فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا مات وغسل فينبغي لأهله أن يسرعون به إلى المقبرة حتى يدفن، فإن كان هذا الميت صالحا فإنه يساق إلى الله سبحانه وتعالى ويعجل بدفنه لأنه ينتظره الخير والنعيم المقيم في جنات النعيم، فيكون قبره روضة من رياض الجنة، فلا ينبغي أن يؤخر ذلك الميت الصالح لأنه يسرع به إلى النعيم وإلى ما أعده الله له من الخير العميم في جنات النعيم. أما إن كان غير ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فشر تضعونه عن رقابه، والعياذ بالله. لماذا؟ لأن هذا الميت الغير صالح لم يرعى لله حقه ولم يخف ربه في الحياة الدنيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فشر تضعونه عن رقابه. لماذا؟ لأنه ليس له قيمة عند الله وليس له قيمة عند الخلق، لأنه ليس له قيمة عند الله، فيصبح ليس له قيمة عند الخلق لأنه كان لا يرعى حق الله سبحانه وتعالى. فالذي يرعى حق الله يكون صاحب قيمة عند الله فيجعل الله له قيمة عند الخلق، والذي لا يرعى حق الله يكون ليس له قيمة عند الله فلا يجعل الله له قيمة عند الخلق. فاحرص يا عبد الله واحرص يا أمة الله أن يكون للإنسان منكم قيمة عند الله باتباع الأوامر واجتناب النواهي والمحافظة على حق الله، حتى يكون العبد صاحب قيمة عند الله سبحانه وتعالى فيجعل الله له قيمة عند خلقه. وانتبه يا عبد الله وانتبه يا أمة الله أن يضيع الإنسان منكم حق الله، لأن هذا من أعظم ما يغضب الله، فيصبح ليس للعبد قيمة عند الله ولا يجعل الله له قيمة عند خلقه. هذا ما تيسر إراده. اللهم توفنا مسلمين، آمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة نصوحة، وعند الموت شهادة وحسن خاتمة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا أجمعين، وتجاوز عنا أجمعين، واجعلنا من القوم الذين لا يشقى بهم جليسهم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا وذرياتنا. اللهم اغفر لكل من له حق علينا. اللهم اغفر لأحبابنا واغفر لجيراننا. اللهم اغفر لكل من أحبنا فيك وكل من أحببناه فيك. اللهم اغفر لعلمائنا ومشايخنا ودعاتنا دعاة الحق يا رب العالمين. آمين. اللهم اغفر لولاة أمرنا أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا رب الأرض والسماوات. اللهم اغفر
وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله.